لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ذكرهم بأيام الله، وكان يوم من أيام الله عز وجل يوم عاشوراء، الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه برغم ما هم فيه من الضعف والقلة والذلة، وأهلك فيه فرعون وقومه برغم ما هم فيه من القوة والبطش والعلو في الأرض. ذلك أن الله عز وجل أراد، وإذا أراد الله عز وجل شيئاً مهد له أسبابه، يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. ولذلك في الآية التي تليها ذكر موسى قومه بهذا اليوم من أيام الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من فرعون وقومه يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يتأمل المرء في حال فرعون وقومه وما أوتوا من أسباب القوة المادية حتى جعل ذلك فرعون يقول: أنا ربكم الأعلى، ويقول: ما علمت لكم من إله غيري، ويقول: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فكان كما قال الله عز وجل: وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين. لما قال له الملأ من قومه: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أي ويذرك وعبادتك، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وأما بنو إسرائيل فكانوا كما قال فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. اجتمع له جيشه الذي لا يرى أوله من آخره، وأبى الله عز وجل إلا أن يهزم فرعون في أوج ملكه وقوته وملكه وجبروته واجتماع جنده، وأبى الله عز وجل إلا أن ينجي بني إسرائيل إلا بعد أن أيقنوا بالهلكة، قالوا: إنا لمدركون. وهذه سنة الله عز وجل الجارية، فالأيام دول يداولها الله عز وجل بين الناس. فقد يبتلي الله عز وجل المؤمنين، ويملي للظالمين، ويمهل الكافرين، ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، حتى يصيبهم بكيده المتين. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فسنة الله عز وجل لا تعرف المحاباة، والله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد من خلقه، والأمر
إنما يقضى في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون. لا تدري متى ينصر الله عز وجل المستضعفين من المؤمنين، ومتى يهلك الله عز وجل الطغاة المتجبرين، وإنما الأمر يجري بحكمة، والله عز وجل أعلم بمواقع القضاء والقدر. ولكن نحن المؤمنين، نحن المسلمين، نحن الموحدين، ينبغي أن نعلم أن نصرة الله عز وجل للموحدين المؤمنين إنما تقترن بشرط، فإن حققنا الشرط جاء الوعد، وإلا تخلف الوعد. والمؤمنون المسلمون لا يؤتون من قبل الله عز وجل، وإنما يؤتون من قبل أنفسهم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وإنما يجعل المؤمنون على أنفسهم هذا السبيل إذا خالفوا أمر ربهم وخالفوا الوحي المنزل المعصوم. هذه سنة الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل بعد ذكر قصة موسى في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أقول: فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. هذا هو العنوان الجامع: إن ربك لبالمرصاد. يملي الله عز وجل للظالمين، ولكن لا تحسبن الله غافلا عن أعمالهم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. سنة الله لا تتخلف، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن حققنا الشرط الإيمان والعمل الصالح وتحقيق عبودية الله عز وجل نصرنا الله عز وجل، ولو اجتمع علينا من بأقطارها. وإن تخلفنا عن هذا الشرط هزمنا الله عز وجل ونصر الكافرين علينا عقوبة معجلة في الدنيا، ثم يقضي الله عز وجل في الآخرة ما يشاء. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اضطروا من الاستضعاف أن يهاجروا من مكة، وهي أحب بلاد الله إلى الله، ولكنه الاستضعاف. ثم لما بنوا دولتهم في المدينة وجمع الله عز وجل بينهم وبين أعدائهم على غير ميعاد في غزوة بدر، والحال كما وصف الله عز وجل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وكما قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة
فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولذلك ذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة وأمرهم أن يتذكروها. واذكروا إذ تأمل هذه الأوصاف، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. لما حققوا الشرط جاء الوعد كما وعد الله عز وجل. قارن هذا بحالهم في أحد. قال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، أي تقتلونهم قتلا ذريعا، وهذا كان في أول المعركة في غزوة أحد، حتى أبيح حملة لواء المشركين عن بكرة أبيهم في أول المعركة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من النصر، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم إن الله ذو فضل على المؤمنين. الله عز وجل صرف المؤمنين عن الكافرين وهزم المسلمين بعد أن نصرهم. لماذا؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعد ما أراكم ما تحبون. هل تجد فرقا بين هذه الأوصاف وبين أحوالنا الآن؟ بل والله حالنا أشد وأبعد، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نقول إنما هو شرط ووعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ويوشك الله عز وجل أن ينزع المهابة من صدور عدوكم لكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة بيع يقارب الربا، لا الربا الصريح، فما بالكم بأحوالنا الآن. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. برغم ما نحن فيه من البعد عن أمر الله عز وجل ومن التنكب لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيوشك أن ينزل الله عز وجل رحمته على هذه الأمة فترجع إلى دينها، فينصرها الله عز وجل بعز عزيز أو بذل ذليل. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي جمعها وضمها، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. لا يترك الله عز وجل بيت مدر ولا بيت وبر إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الله الإسلام وذلا يذل به الله الكفر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.